ايه الجزائر هتفضل طول عمرها هتزرع بالفاس وتسقي الارض بالساقيه؟ بسم الله والحمد لله. اما بعد اعزائي المشاغبين الكوزينين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده عاملها بالذكاء الاصطناعي من الكوزينه القديمه، بس انا بكذب عليكم وبقول ان هي من الكوزينه الجديده. موضوع حلقتنا النهارده عن الذكاء الاصطناعي اللي بعض الجهات اللي بيقال عنهم مجازا الذباب الاعلامي، وانا بحب اسميهم صراصير البلاعات او صراصير الاعلام. المهم بيقولوا انه الذكاء الاصطناعي حول الجزائر الى جنات عدن. الجزائر اللي قعدت تجري فيها شهر بالعربية لحد ما هبط كل الشمال ما شاء الله اخضر، هم ناسين كل حاجة ومركزين على ان هي فيها صحراء، وبيقولوا الصحراء دي مستحيل تتعمر. لكن وعلى عكس توقعاتهم طلع علينا من يومين كده اللي في التلفزيون الجزائري وذاع لقطات بطائرات مسيرة ودرونز لحصاد القمح بالآليات الحديثة في صحراء أدرار. ايه ده، سحر ولا شعوذه ولا خيال علمي ولا ذكاء؟ ايه عملوها ازاي دي؟ وعلى ما يبدو انه اي حاجه حلوه او مثلا متصوره بدرونز او بطائرات مسيره تبقى ذكاء اصطناعي وما تنفعش تكون من الجزائر. ازاي تنقيط حديث وحصاد باليات حديثه وازاي الكميات دي؟ ايه في ايه؟ هما الجزائريين هيشتغلونا ولا ايه؟ والحقيقه دي مش اول مره، اي حاجه حلوه بتطلع من الجزائر بيقولوا عليها ذكاء اصطناعي. من فتره كده كانت الجزائر قال لك هنعمل خط سكه حديد لادرار لانه الطريق مش هيشيل الشاحنات اللي هتشيل البلاوي دي. برضه طلعت الجزائر بصور للاعمال في السكه الحديد دي وبرضه قالوا عليها ذكاء اصطناعي. وكانت نيه الجزائريين ساعتها ان هما كمان هيعملوا ميناء علشان يصدروا منتجاتهم ومحاصيلهم الزراعيه، ده غير طبعا الغاز والبترول اللي بيطير من هناك. المهم سيبك من شويه النصابين والهلاسين اللي كل حد حداهم خيال علمي وذكاء اصطناعي، وتعالى اقول لك ارض الواقع في ايه. الجزائر يا شريكي بتزرع من 4 الى 5 مليون طن من الحبوب في تقريبا من 2 الى 3 مليون هكتار، لكن للاسف ده بيغطي بس نصف الاستهلاك الجزائري اللي بيستهلكه من 9 الى 11 مليون طن. علشان كده قرروا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي في الري بالتنقيط واستخدام الاساليب والاليات الحديثه اللي حبايبنا لما شافوهم قالوا ده ذكاء اصطناعي او خيال علمي. المهم يا شريكي اخواننا في الجزائر عاوزين يضاعفوا الكميه ويوصلوا للاكتفاء الذاتي في 2027 2028. اما فيش سوليوشنز فمصنفه الجزائر القوه الزراعيه الثالثه في افريقيا بعد نيجيريا ومصر، وبيجي في المركز الرابع اثيوبيا، والخامس جنوب افريقيا، والسادس الجماعه بتوع الذكاء الاصطناعي. ده غير انه الجزائر في الشهر الجاري شهر ماي وافقت وهتمضي على تاني اكبر مشروع زراعي في الجزائر واللي هيزرعوا فيه القمح والبذور على مساحه 36 الف هكتار، ده طبعا في ولايه ادرار وتجرد، وطبعا بوسائل التنقيط الحديثه والاليات والاساليب الزراعيه الحديثه اللي حبايبنا بيقولوا عليهم ذكاء اصطناعي. كده احنا خلصنا موضوع الذكاء الاصطناعي، عاوزين نرجع خطوتين كده ونشوف مين صاحب فكره الذكاء الاصطناعي دي. بيقول لك يا سيدي انه القناه اللي خدت الفيديوهات الجزائريه وحللتها وقالت ده كله فوتوشوب وفيديو شوب وذكاء اصطناعي هي قناه ميديا 1 تي في المغربيه، واللي بيقال انه اشترتها الامارات وبتذيع عليها اللي هي عاوزاه. طلعوا الناس بتوع الذكاء الاصطناعي وقال لك لا القناه مغربيه ومحدش اشترى حاجه. طلعوا الناس التانيين قالوا لا الامارات اشترتها وكمان اشترت هسبريس المغربيه وبرضه بتذيع عليها اللي هي عاوزاه. انا مش عارف ده كله حقد ولا حسد ولا جاي من الشرق ولا جاي من الغرب، ولا انتوا شايفين الجزائر ازاي؟ هل انتوا متخيلين انه الجزائر مثلا مش هتقدر تواكب العصر؟ ايه الجزائر هتفضل طول عمرها هتزرع بالفاس وتسقي الارض بالساقيه؟ والى هنا عزيزي المشاهد الجميل، تبقى بتاعت حلقتنا الجميله دي النهارده، واللي نتمنى تكون عجبتكم لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وتابعونا، وكالعاده هنسيب في اول تعليق رابط صفحتنا دي على الفيسبوك، تابعونا عشان نرجع تاني.